طائف في طوافه يستلم الركنين على الحجر الاسود والركن اليماني ومما جاء في فضل استلامهما ما رواه النسائي باسناد حسن عن عبد الله بن عبيد بن عمير ان رجلا قال لعبد الله بن عمر يا ابا عبد الرحمن ما اراك تستلم الا هذين الركنين يعني يسال ابن عمر ما اراك تستلم إلا هذين الركنين، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يحطان الخطيئة، وسمعته يقول: من طاف سبعا فهو كعدل رقبة، والطواف بالبيت يكون سبعة أشواط، يبدأ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به فيكبر الله ويعظمه. والحجر الاسود في الركن الذي بجوار باب الكعبه ويكون الطائف متطهرا من الحدث والخبث ويجعل الكعبه عن يساره ويطوف من وراء الحجر لانه من الكعبه ولو طاف من داخل الحجر ولو شوطا واحدا لم يصح طوافه لانه ما طاف بالكعبه كلها